منهم أزاهرة وغير أزاهرة، والحمد لله مجاز في العديد يعني من الكتب بفضل الله تعالى. لو نعم. عايزين نفرق بين الدجال والعراف والساحر نعم. والمشعوذ، حاضر، ايه الفروق بينهم؟ هل ان يعني كل حاجة مختلفة عن التانية، وممكن واحدة تحل محل التانية؟ برافو عليك. وهل علم الطاقة له علاقة والفلك أجيبك. والأبراج؟ أجيبك عليه قولي طبعا. اتفضل. طيب، أول حاجة كل دول دجالين اللي حضرتك ذكرتيهم، روحاني، عالم في الطاقة أو ممارس بالعلم الطاقة، بعض الرقاة الشرعيين، كل ده يندرج تحت الايه، بعض مش كله يعني، يندرج تحت الدجل والشعوذة. ما يفرقنيش المسمى ان ده كاهن ولا عراف او ساحر، لان المطلق عليه ان هو دجال. لو بيدعي استخدام الجن وده باطل، ما ينفعش لغير سيدنا سليمان، حتى النبي في البخاري في بعض الروايات قال فخنقته، ودي يعني، والروايات الاخرى قال فذعته، والروايه الاخرى قال فدعته، حتى اني احسست ببرد لعابه على يدي، فتذكرت دعوه اخي سليمان، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، ولولا دعوه اخي سليمان لربطته. يبقى النبي ما ربطوش عشان الدعوه. يجي دلوقتي واحد يقول لك انا معايا ملكه ملوك الجن بعالج بيها الناس، يا ابني طب ما تحرر لي فلسطين، طب ولع فيا، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، واني عليه ايه لقوي امين، قوي في حمله، يعني مش هيستعصى عليا، امين على الا ينقص منه شيء اثناء الانتقال. ومع ذلك عاملين اختبرهم للنهار، اثبت لي، ولع فيا، انا راضي، طب اعمل لي حاجه، طب انا اسمي هو يا جماعه عمرو ابن رفيقه، والدتي من تونس اسمها رفيقه، اهو بقالي سنين قلت اسمي واسم والدتي وانا مع حضرتك اهو، ولا خايف من حاجه ولا بتاع. تحداني احد الروحانيين برضو، جاب طلسم وقال لي اتحداك تشربه، وده في وجود شيوخ كبار في المنطقه. خلاص اخذت الطلسم وحطيته في ميه وشربته، واديني قاعد مع حضرتك، لا شفت كوابيس ولا في شمهورش ورايا ولا ابي محرز الاحمر جه ولبسني ولا اي حاجه يا جماعه. هو الوهم هنا، النبي عمره ما علق نفسه او الصحابه بتلك الاشياء على الاطلاق. طيب نعم. انا متفهمه طبعا ان في سحر، وده اتذكر في القران، وفي حسد اكيد، وملوش علاقة بالمستوى الاجتماعي ولا المادي ولا أي حاجة. لكن بنلاقي دكتور رايح للشيخ ببنته مثلا، لأنه لف على الدكاترة مفيش علاج، فأنت عارف حضرتك الغرقان بيبقى بيتعلق بقشاية، فيبدأ يروح للناس دي ويبدأ يدخل في هذا الطريق. معترك هذا، هل هو بيلجأ لده لان قناعته كده، ولا عشان هو ملوش حيله يعني؟ برافو عليك ما شاء الله عليك والله. لا، هو قناعته كده. الانسان عنده اكتر من تشويس، اكتر من اختيار في تحديد مصيره، هو اللي بينقي يروح ده، وتحديد المصير بيعتمد على القناعه الذاتيه. انا عندي اكتر من طريق، اللي خليني مثلا اروح لشخص وانا ممكن اقول يا رب، ما هو ده اختيار. طب ايه اللي يخليني في حاجه العضويه او اذى يعني او مرض عندي ان انا اذهب لدجال واسيب الدكتور؟ قناعه شخصيه. بص يا استاذه، ممكن اوضح حاجه معينه؟ اتفضل. طيب، كان العلماء في من كانوا قبلنا اذا اشكل عليهم امر نسبوه الى الجن والعالم الغيبي. ابن القيم على مساله الجاثوم اللي هو التكتيف في النوم، يعني واحد نايم الحاجات دي مشهوره جدا وجات لي، وطبعا اسبابها تافهه يعني، الاجهاد، عدم الاكل الصحي، حتى اسمها مرض اضطراب نوم. ظبط الحاجات دي مش هجيلك، وعالجنا حاجات كتير يعني، بعتناها قصدي يعني، احنا ما بنعالجش قصدي، تم معالجتها بفضل الله كنا السبب فيها، على يد طبعا الدكتور محمد، يعني دكاتره كبار يعني في الطب النفسي. طيب، السلسله دي من الحاجات قديما كان بيقال عنها الجاثوم هو جن. وابن القيم قال هو احدى امر من امرين، اما ابخره متصاعده يعني شيء عضوي على المخ وكده، واما ارواح خبيثه. طب ليه دخلت الارواح؟ لا، ده هو ده علمه وقتها كان كده، كان منتشر ساعتها بعض الفرق الصوفيه، وبرضه بقول مش كل، بعض الفرق، بعض الحاجات بتلاقيها شذت زيها زي اي جماعه يعني، فمنتشر عندهم بعض التجاوزات، فالناس شافوا مش عارفين سببها، فقال لك بس ده يبقى جن. طب دلوقتي في العلم الحديث اثبتنا فيه وجود بؤر صرعيه في المخ،
اثبتنا قله ماده الاندروفين مثلا او ماده كذا، لو قلت بيبدا الانسان كذا. اصبحنا بنعرف امراض الوهام، اصبحنا بنعرف بقى كثير من الامراض اللي بتؤثر على احنا معانا.